العام الدراسي الجديد، وأتمنى لكم كل الموفقية والنجاح إن شاء الله. لغرض الفائدة العامة راح أشرح لكم وأسجل لكم هذا الفيديو حول طريقة أو كيفية ملء الكيس شيت الخاصة بفرع جراحة الفم والوجه والفكين. مثل ما تشوفون هنا بالبداية Student's Name اسم الطالب يسجله على هذا المكان، الجروب مالت الطالب، الPatient's Name، the age of the patient, the sex of the patient, the address of the patient, and the occupation of the patient. هنا تجي أسئلة ممكن يسألك بها الأستاذ. دائما احنا بالامتحانات الفصلية والامتحانات النهائية نسأل عن أهمية مثلا the age of the patient، أهمية the patient's name، ليش احنا ناخذ the patient's name، أهمية the sex of the patient، the address، and the occupation. طبعا بالنسبة للـ patient's name، إذا الـ patient صار عنده fainting أو فقد الوعي أو صار عنده hypoglycemia أو anything else، إحنا راح نقدر نشيك الـ patient ونشوف نصيحه باسمه، حتى نقدر نصيحه باسمه حتى نعرف إنه دا يستجيب أو ما دا يستجيب، يفتح عينه أو لا، دخل بحالة unconsciousness أو لا. بالنسبة للـ age of the patients، هواية من الـ disease، systemic disease اللي تكون more aggressive with the age. دائما الـ older patients دائما ما يكون عندهم blood pressure أو hypertension، blood pressure elevation أو يعني نسميه hypertension، أو عندهم أو patient diabetic أو غيره من الأمراض اللي دائما تبدي osteoarthritis اللي تبدي مع تقدم العمر. The sex of the patient كذلك الـ female patient، الـ male patient راح يفرق بالمانجمنت مالتهم، راح يفرق بالـ patient إذا كانت female pregnant maybe or have something else. The address of the patient if anything happened if anything wrong happened to the patient then we can check the address of the patient to call his relatives or anything يعني بالنسبة لقضايا medical legal. Occupation of the patient مثل ما تعرفون المهنة مالت المريض، ممكن patient يكون يشتغل بنزين خانة ويكون يعني more susceptible لأن عنده two factors تشجع تكون مثلا البيسل سيل كارسينوما. البيسل سيل كارسينوما دائما توجد في البيشنت اللي يشتغلون بالتار اللي هو القير عملية رصف الطرق، ويكونون متعرضين للشمس، شغلهم يكون بالشمس لفترات طويلة. فالاكيوبيشن ايضا تدلك على possibilities of other diseases. البيشنت maybe he didn't aware about it، يعني ما يعرف انه هو عنده فمشكلة. فالاكوبيشن كلش مهمة بالنسبة للبيشنت اللي ممكن ما يعرف عنده ديزيز، هو عنده أشياء ممكن أنت تكتشفها وتشيكها، يعني تكون suspicious about it، فممكن تشيكها، ممكن تلقى عنده مشاكل فتنبه عليها فيسوي لها early management فتكون results more acceptable. هنا أنا نجي على chief complaint. The chief complaint مالت patient يعني واحدة من عندهم، أكيد كل patient يجي عنده فchief complaint. شنو chief complaint؟ يا أما يكون pain، يا أما يكون the patient جاي يشكو من pain، أوكي؟ أو يكون the patient يشكو من swelling أو others، أوكي؟ فإحنا هنا أنا بالنسبة لل pain أو the swelling نكتب upper right quadrant. نسوي علامة الكوادرنت، أوكي، ونشيك يعني upper right quadrant، upper lower quadrant، upper left quadrant، lower left، lower right quadrant. نحدد فقط الكوادرنت، يا أما pain، يا أما swelling، يا أما others، أوكي. شنو هي الأذرز؟ الأذرز ممكن أنه non-strategic tooth، راح البيشنت مثلا القسم البروستاتيك اللي يسوي دنشر، فشافوا موبايل تيث او شافوا بادلي كاريوس تيث، ما يقدرون حتى يدزوها للاوبراتيف حتى يسوون حشوه، يقول له روح اقلعها. فاحنا هنا بالاذر شنو نقول؟ تقول نون ستراتيجيك توث او بادلي كاريوس توث ريفيرد فروم
prosthodontic department or from conservative department of or from periodontic departments. فاحنا مين جاينا الريفير هو non strategic or badly carious or non restorable referred from this department. هاي تكون chief complaint. لما شنو البيشنت يقول لك انا والله ما عندي لا الم ولا وانت تشوفها ما مره ما عنده شيء جاي يقول لك دار اسوي تخم او جاي الدكتور قال لي بالطابق الفوق اقلعوه. فاذا هنا احنا نكتب بالاذرز فقط ما راح ناشر على اي كوادرنت لان هو لا عنده pain ولا هو swelling. chief complaint اللي هي what patient said. البيشنت شنو هو يقول لك شو يقول لك انت تكتب اوكي. فاذا نختار واحدة من عندها مو تجون مالي pain swelling واذرز. لا هو patient اول كلمه من عنده شنو ليش اجيت انت تقلع سنك يقول لك الم بارحة ما خلاني انام بالليل او يقول لك مر سني دا يوجعني. فاذا swelling. فاذا هي شنو على chief complaint. history of a present illness. دائما الطلاب بالبين طبعا راح يكتب لي الديسكريبشن مالت البين الكاركترستيك فيتشرز مالت البين او السوالينج ستارتنج فروم هيج وقت صار له هالقد يوم البين سيفير لو مودريت لو يعني البيشنت كان توليريت ذا بين البيشنت شنو ياخذ له انالجيسيك شنو الاكزيرفيتنج فاكتور فور ذس بين يعني مثلا شنو اللي زايده هاي كلها تنكتب هنا وكذلك بالنسبه للسوالينج. المشكله عندنا الطلاب شو يسوون بالنسبه للاذرز قلنا مو قلنا badly carious or non-strategic tooth او badly carious tooth referred from orthodontic department شو يسوون هنا يعفوه فارغ لان على اساس ماكو هيستوري. لا شو ماكو هيستوري هو ليش صار non-strategic وليش صار badly carious اكيد اكو قصه فهمين نكتب قصه هنا الهيستوري اوف بريزنت illness هي قصه هذا التوث تاخذها من البيشنت فتقول له هاي شلون صار هيك سنك يقوم يحكي لك يقول لك هيك شيء صار هذا سني هذا بالنسبه لل يعني بالاذرز دا اقصد فتاخذ القصه يقول لك مثلا هذا السن اتكسر بالبدايه حشيته سويت له حشوه جذر فشلت حشوه الجذر وانكسر السن ورجع سويته مثلا بهيك تاريخ قبل سنتين ورجع هسه تكسر وبعد ما قالوا لي بعد ما يفيد فتكتب القصه حتى في حاله الاذرز حتى في حاله انه هو referred from other department. بالنسبه للسوالج والبين لا تحكي لي عن ايش قد يستمر البين شنو هي relieving factor شنو هي exacerbating factors الكاركترستيك اوف ذا بين الراديشن اوف ذا بين يعني كل المكانات اللي ينتشر بها البين فكل هاي الفاكتورز كلها تحكي لي اياها هنا سواء بين او سوالج. نجي وراها على الباست دنتال هيستوري. الباست دنتال هيستوري مهم جدا بالنسبه لنا. دائما يسألوك أيضا الدكاترة بالامتحان ليش مهم بالنسبة لك الباست دنتال هيستوري. الباست دنتال هيستوري عن طريقة ممكن تعرف البيشنت allergic to the local anesthesia أو ما عنده allergy. البيشنت إذا مسوي extraction before مثلا 1 year أو before 6 months ما صار عنده أي complication من ناحية bleeding من ناحية coagulation of the blood. فإذا هنا نشكتب مثلا دائما يهمنا احنا طبعا بالنسبه للجراحه يهمنا انه اكستراكشن خصوصا خلال سنه يقول لك مثلا اي دو اكستراكشن بيفور 6 مانثس ويزاوت كومبليكيشن هنا فاذا نكتب باست دنتال هيستوري هو دنتال اكستراكشن بيفور 6 مانثس او 1 يير ويزاوت اني كومبليكيشن هذا هو فائده الباست دنتال هيستوري يعطيك فد كلو يعطيك فد فكره انه البيشنت ما عنده مشكله من ناحيه الانستيزيا ما عنده مشكله من ناحيه البليدنج من ناحيه كومبليكيشنز اذر كومبليكيشنز. ميديكال هيستوري هنا الميديكال هيستوري هو مثل ما دا نكتب هنا هيستوري ات از نوت ا ميديكال اكزامينيشن لازم تفرقون شباب يعني الميديكال اكزامينيشن هنا مكتوب هيستوري فهنا جماعتنا عباله انه دا يسوي كلينيكال اكزامينيشن فيكتب patient with good health. Patient with good health هذا your evaluation. Okay. فمن صار your evaluation that means you do an examinations. You do checking for a blood sugar, for thyroid hormones, for checking if the patient epileptic or not, checking for kidney diseases, for GIT diseases, respiratory diseases. And this is, yeah, this is actually not happened in our department because we are dentists. We taking only the history.
وطبعا for medical legally to protect yourself. Medical legally نقصد بها انه في هاي وثيقه كلش مهمه الكيس شيت. شنو اهميه وثيقه الكيس شيت؟ انه الاستاذ راح يوقع لك اياها، انت توقعها في حال حدوث اي خطا او اي مشكله. البيشنتس دائما تعرفون المريض العراقي يحاول يخفي المعلومات المهمه حتى انه مرات لان هواي من عندهم يروحون العيادات اطباء اسنان يرفضون العمل لهم، يقول لا ما نشتغل لك مثلا بيشنت هايبرتنشن وعنده وكلش هايبرتنسيف ان كنترول، فيريد يقلع سنه اكثر من طبيب يرفضه. فهو شيء يتعلم البيشنت يقول لك هاي المره لعد ما اقول لهم انا عندي هايبرتنسيف حتى يقلعوا لي سني. فهنا احنا بالنسبه لنا هو هيستوري، فاحنا هنا من نجي نكتب اذا البيشنت قال لك انا ما تقول له صحتك العامه عندك ضغط عندك سكر عندك مشاكل بتخثر الدم، فيقول لك لا كل شيء ما عندي، فهنا ايش تكتب؟ تكتب نو هيستوري. هاي الكلمه هي اللي تحميك، لان انت اخذت هيستوري، انت ما شيكت باي لابوراتوري اكزامينيشنز او لابوراتوري تيست، انت شيكت بالهيستوري، شيكت الهيستوري مال البيشنت. فهنا انا شو تقول؟ تقول بالنسبه للجنرال هيلث تقول نو هيستوري اوف اني سيستميك ديزيزز. هنا انا راح تكتب كلهن نو تكملهن زين. تقدر طبعا تبوق لسان البيشنت بطريقه تقول له عمو انت تاخذ علاج بدون ما تقول له عندك امراض مزمنه، تاخذ علاج شنو العلاجات عمو تاخذ، او تقول له شنو العلاجات اللي تاخذها، مو تاخذ علاج زين، تاخذ علاج استفهاميه اكثر من تقول له شنو العلاج اللي تاخذه او كم علاج تاخذ هسه انت. فراح يقول لك ها ما الضغط وما السكر، هو قبلها يقول لك لا انا ما عندي شيء، يقول لك كم علاج تاخذ، يقول لك ما الضغط وما السكر، او شو تقول له؟ تقول له تداخل المستشفى مسوي لك عمليه مسوي لك هذا، يقول لك مثلا اي قسطره وغيرها، فمعناها عنده مشاكل بالهارت عنده مشاكل بالكوليسترول او عنده مشاكل فهذا هيج بيشنت لازم تتحذر من عنده، تساله اكثر من سؤال تريكي كويشنز على مود تبوق لسانه حتى تعرف انه عنده صدق. لو هو صدق نو هيستوري، هنا قلنا نو هيستوري اوف اني سيستميك ديزيزز، نو هيستوري مو نو سيستميك ديزيزز او بيشنت ويل هيلث يعني او ان جود هيلث، لا ان جود هيلث او ويل يعني معناها انت تشيكت باي لابوراتوري تيست اند اكشلي يو ار تيكينج اونلي هيستوري فتو بروتكت يور سيلف انه البيشنت هو لاينج اون يو اذا اني ثينج رونج هابند تو ذا بيشنت. فهنا نقدر نقول no history of any systemic diseases. السموكينج ايضا نسال عنه، لان السموكينج كربون دايوكسيد ياثر لنا كلش باد على البيرودنتال هيلث اراوند ذا تيث، ياثر لنا على الهيلينج ميكانيزم على السوكيت افتر اكستراكشن، فنساله يدخن او لا، كم ماني هاو ماني تو باكيتس وان باكيتس بير داي يعني باليوم الواحد. Do you have any allergies؟ عندك تحسس for any other drugs؟ نحدد شنو الدراج اللي عنده من عنده تحسس. الفيميل بيشنتس ار يو بريجننت، بالنسبه للفيميل بيشنت ايضا ينسالون. نجي هنا بالنسبه للكلينيكال اكزامينيشن، ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو اصوره بالكليه الاسبوع الجاي حتى اصور لكم شلون يتم عمليه الكلينيكال اكزامينيشن. عندنا بالبدايه اكسترا اورال اكزامينيشن وعندنا الانترا اورال اكزامينيشن. بالنسبه للاكسترا اورال اكزامينيشن راح نشيك بالبدايه السيمتري اوف ذا فيس، نشيك الفيس سيمتريكال اور نوت، اكو سوالينج او لا، نشيك بالنسبه للاكسترا اورال اكزامينيشن اني ابنورماليتي بالسكين كلر، لان طبعا مهم السكين كلر راح يعطينا فد كلو للاندرلاينج سيستميك ديزيز. اذا تعرفون طبعا بالنسبه للسكن اذا كان لونه اصفر ممكن يكون عنده بيشنت هيباتيك ديزيز او ليفر ديزيزز او عنده هيباتيتس اي بي سي او غيرها. ممكن البيشنت يكون ايضا عندنا نشيك الكلر اوف ذا كونجكتيفا. كونجكتيفا طبعا ان شاء الله بالفيديو راح اوضح لكم شنو هو، وين هي الكونجكتيفا، وين هي السكليرا، كلر اوف سكليرا نورمال كلر اور تزيلوش.
بالنسبة للكونجكتايفا اللي هي الملتحمة مالت العين، الكونجكتايفا راح نفحصها ونباوع إذا كانت لونها pale فمعناها patient anemic. أيضا السكليرا ممكن يكون yellowish إذا patient hepatitis، ممكن تكون bluish in color dentogenesis imperfecta و other underlying systemic diseases. فهذني طبعا أيضا يسألوكم الأساتذة ليش، راح تقول لي أن هي كلها تتكلوز underlying systemic diseases. كل واحد من ذن الإكسترا أورال إكزامينيشن السيمتري طبعا يبين لك إذا أكو swelling بالسايد أوف pain، إذا أكو فت swelling مورم المكان بي أبسس أو غيره. كذلك بالإكسترا أورال إكزامينيشن إن شاء الله بالفيديو القادم راح أوضح لكم شلون يتم فحص الليمف نودز، الليمف نودز بالهيد أند نيك ريجن شلون نفحصها، شلون راح نفحص التي أم جوينت ونشوف النورمال أور نوت. إنترا أورال إكزامينيشن أول ما نبدي بالإنترا أورال إكزامينيشن راح نفحص الماوث أوبنينج. النورمال ماوث أوبنينج تقريبا about 3 fingers of your fingers وتقريبا هي ما بين 3 سنتيمتر to 4.5 سنتيمتر، يعني من بين 30 مليم إلى 45 مليم، وهي تعادل تقريبا 3 أصابع من أصابع إيدك تحطها بين الـ intercisal distance ما بين الأبر واللور incisors. تقريبا هي هاي normal mouth opening. اتهمنا الماوث اوبننج على مود تحقق لنا اكسس لليور انسترومنت فور اكستراكشن فور ايزي اكستراكشن، على مود تكون العمليه كلش سهله. لازم البيشنت ما عنده ليميتيشن بالماوث اوبننج. طبعا احنا نفحص التي ام جي بالاكسترا اورال ونشيك الماوث اوبننج بالانترا اورال اكزامينيشن اول وحده. راح نشيك السايز اوف ذا تانج ممكن يتعارض ويانا او لا، نورمال اور اب نورمال سايز اوف ذا تانج. راح نشيك الكلر اوف الميكوزا، راح نشيك احنا بالنسبة لنا وهذا اهم شيء احب انبه عليه انه احنا مو اطباء اسنون، احنا بالنسبة لنا اطباء فم جراحة، انتم تتخرجون بكالوريوس في جراحة الفم والاسنان، فاحنا الفم لازم تكونون انتم ضابطي. اذا ان شاء الله بالمستقبل صرتم ماكسيلوفيشال فراح تتخصصون في جراحة الفم والوجه والفكين، كل ترى راح تصل لكم. فبالنسبة لكم أنتم كأطباء أسنان أنتم مو فقط الأسنان، أنتم بكالوريوس جراحة الفم والأسنان وطب الفم والأسنان، فأنتم لازم تشيكون الـ perioral tissues، تشيكون الـ tissues اللي around the teeth. إذا كانت موجود عندك abnormality بالميوكوزا فد lichen planus lesions or ulcers any type of ulcers or any type of swelling mucoceles أو غيرها لازم أنت تشيكها، مو تخلي البيشنت يقول لك أو أنت أصلاً البيشنت ما يدري بيها وأنت تسمع عنها وأنت بالنسبة لك يعني مشتغل بتوث بصف الليجن بصف اللايكن بتانس أو بصف هاي الألسر اللي ممكن تتحول إلى CA cancer تتحول وأنت ما نبهت البيشنت. أنا صراحة أشوفها يعني هي هاي مسؤولية على الطبيب الأسنان إذا ما نبه البيشنت من وقت وهو كان دا يشتغل بصفة بس هو ما منتبه، كل باله على السن وعلى الحشوة وأبد ما ينزل عينه من الجهات اللي بصف السن، أبد ما ينتبه على فد ألسر موجودة على اللاترال بوردر أوف ذا تانج. هواية صايرة يعني لا عبالكم ومو طلاب خريجين، هواية صايرة تكون فت ألسر كبيرة على اللاترال سايد أوف ذا تانج وهو ما منتبه عليها، طبعا جاي من إرتيشن مثلا من شارب توث إرتيشن مال 6 لور 6 أو سكند مولر 7، هذا الإرتيشن الكرونيك إرتيشن يسوي ألسر ويحولها وراها ديسبليجيا وراها تتحول إلى سي أي وينتهي البيشنت طبعا ميتاستاسيس وديث. فلازم تكونون كلش سسبيشس، تفحصون كل الأورال كافيتي، لا تستعجل حتى إن شاء الله بعد تخرجكم في شغلكم في عياداتكم في كل مكان لا تستعجل فحص الأورال كافيتي، تشيك كل شيء وبي سسبيشس about everything حتى تقدر توصل إلى good diagnosis وتكون a good doctor.
investigations هنا بالنسبة لنا إذا أنت ماخذ X-rays إذا ماخذ laboratory test for diabetic patient أو مشيك thyroid hormones for thyroid patients و others هي high investigations هنا تكتبها إذا ماكو ما تكتب شيء. نجي للدايجنوسيس. الدايجنوسيس هنا الدايجنوسيس هنا راح يكون واحد من خمس أشياء. أول دايجنوسيس ممكن يكون عند البيشنت اللي هو acute bulbitis. acute bulbitis البيشنت يجيك يقول لك البارحة أنا الليل كله ما نمت. أوكي؟ يقول لك الألم كلش قوي. إيش قد ما دا آخذ مسكنات ألم ما قاعد يروح الألم. تفحص السن تقول له افتح حلقك تباوع السن عبارة عن caries lesion صغيرونة caries lesion صغيرة أوكي استوها واصلة للبلب فهذا إذا الدايجنوسيس هنا أنا أكتب acute bulbitis. other diagnosis الثاني يجيك البيشنت يقول لك والله ألم يعني أتحمله دا أخذ له مسكنات ألم هو قبل وجعني كلش وهسه صار الألم لا أتحمله ودا أخذ مسكنات هذا شنو معناها؟ معناها كرونيك بالبايتس. الأكيوت بالبايتس ما يستمر أكثر من 3 أيام. أي أكيوت إنفلاميشن ما يستمر أكثر من 3 أيام وراح يتحول إلى حالة الكرونيك. الكرونيك تكون البين مالتها يعني البيشنت كان توليريت إت ويسكن بالمسكنات الألم. بينما في حالة الأكيوت بالبايتس لا. ماكو أي مسكن ألم. الألم كلش قوي فيكون أكيوت بالبايتس. إذا كان الألم يتحمل البيشنت وتشوف الكيرز ليجن كبيره يعني معناها قديمه صارت وهواي متكسر من السن فاذا هنا صارت كرونيك بالبايتس هذا الاحتمال الثاني للتشخيص واحد من ذني التشخيصات تكتبوها اوكي طلاب الاحتمال الثالث اوكي الاحتمال الثالث يجيك البيشنت يقول لك البارحه الليل كله ما نمت الم كلش قوي اخذ مسكنات وما يفيد تفتح حق البيشنت اول شيء تقول هاي اكيوت بالبايتس تمام احنا هذا انا قلته بالبدايه تفتح حق البيشنت شوف الكيرز ليجن كلش كبيره مو مال اكيوت عبارك كرونيك تقول له حجي انت قبل همس وجعك وصار زين يقول لك اي وجعني قبل وصار زين اذا صار اكيوت وجع قبل وصار زين صار بحاله الكرونيك وهسه رجع يوجعني كلش هذا شيء يسموها هاي الحاله يسموها acute exacerbation of chronic palpitis acute exacerbation of chronic palpitis هاي الحالة هيك يسموها يعني شنو معناها؟ معناها البيشنت دخل بحالة الكرونيك بل أول شيء صار أكيوت قبل كان استوى واصل التسوس للبلب كافيتي وراها دخل بحالة الكرونيك من وصل بحالة الكرونيك بالبايتس أوكي شباب وصل بحالة الكرونيك بالبايتس وراها شنو اللي صار؟ قلت المناعة مالت البيشنت سواء صار عنده فلو أو صار عنده يعني صار عنده ستريس anything depress the immunity of the patient. بهاي الحالة المايكرو أورغانيزمز infection مايكرو أورغانيزمز الموجودة بداخل البالب مش راح تسوي يصير reactivation إلها. فش تسوي؟ تسوي مثل ما قلنا الحالة اللي قلناها acute exacerbation of chronic palpitis. ترجع الحالة كأنما acute. فيسموها acute exacerbation of chronic palpitis. هاي خلصنا ثلاث احتمالات للتشخيص. الاحتمال الرابع للتشخيص يجيك التوث كلش موبايل فاذا هذا شنو هذا كرونيك بيريودنتايتس كرونيك بيريودنتايتس يجيك البيشنت التوث كلش موبايل فممكن تكتب وما عنده لا كاريز ليجن ولا هاي وقلنا هو نون استراتيجيك توث ودازي اهل البروستاتيك قال لك لازم تقلعه فحتى يحطون التخم مالتهم ما يقدرون يحطون الكلاسبات على موبايل توث فايش تكتب هنا أنا بالتشخيص مالتك اذا التوث عنده جام ريسيجن كلش قوي يعني طالع السمنتو انامل جاكشن وطالع الروت ريسيجن صاير وطالع الروت فهنا انا ايش راح تقول ايش تقول لهم تقول لهم كرونيك بيريودنتايتس هذا التشخيص مالتك التشخيص الخامس اللي ممكن يكون يكون عندك البيشنت
يكون عنده نيكروتيك بالب. شنو النيكروتيك بالب؟ طبعا هذا دائما يوقعون به خطا الطلاب. نشوف ريتيند روت مثلا، زين البيشنت يقول لك ايه الم كلش قوي، زين ايش كاتب لنا الطلاب كرونيك بالبايتس او اكوت بالبايتس. هو بالحقيقه ماكو بالب تشو. هسه تقول لي شنو ماكو بالب تشو؟ هو شنو الاكوت بالبايتس غير التهاب البالب تشو في حاله اكوت او كرونيك او غيرها؟ اوكي، في حاله استمرت هاي الكرونيك بالبايتس وراها يصير شو يصير؟ يصير نكروسز للبالب تشو، فتختفي البالب تشو، تروح الانفكشن وين؟ تروح جوا الروتس مالت التيث، تصير باري ابيكال ليجن. اوكي، هاي باري ابيكال ليجن اذا صارت اوكي التوث يصير نون فايتال. شلون نشيكها؟ اذا اخذ البروب الراس مالت البروب ادخله طبعا بحاله دائما يكون التوث كلش مكسر، ادخله بداخل المكان مالت الانتري مالت البالب تشو موجوده يعني محفوره المكان. واذا تدخل فايل مال اندو، اذا تعرفون الفايلات مالت الاندو ذني مثل الدنابيس الصغيره، تدخلها بداخله كل شيء ما يحس البيشنت بدون انستيزيا، بدون ما انت تعطي انستيزيا بالبروب، ادخلها بداخل الكافيتي. طبعا لو اكو بالب تشو البيشنت بس تدخل البروب بداخل الكافيتي مالت الكاريز قبل راح يعيط، بس لما تكون نيكروتيك بالب تدخلها على كيف بداخل الكافيتي شخط الكافيتي كل شيء ما يحس. ومرات يصير كاتش، تدخل البروب الراس مالت البروب بداخل الروت كانال، تدخل بالكانال البيشنت ما يحس. فاذا هنا التشخيص مالت ايش راح يكون؟ نيكروتيك بالب. ايش راح يكون؟ نيكروتيك بالب نون ريستورابل. نقدر نكتب ريتيند روت نون ريستورابل وذ نيكروتيك بالب. نيكروتيك بالب منتهي هذا. زين، ممكن يكون عندنا فد شيء اسمه باري ابيكال باثوسيس كتشخيص سادس. نعم، شنو الباري ابيكال باثوسيس؟ هو البيشنت عنده نيكروتيك بالب اوكي، ومن الدق على التوث الدق عليه تندر. زين، هو شلون قاعد يقول لك هذا شلون عنده بين؟ زين، وهو نيكروتيك بالب. فتكتب نيكروتيك بالب وذ باري ابيكال باثوسيس. يعني شنو باثوسيس؟ اكو فد باثولوجي ما مشخصين، يعني ما عندنا اكس راي ما نعرف هو برابيكال جرانيلوما او سيست او غيرها. برابيكال باثوسيس يعني يبعد عنك الشخصنه او التحديد القوي للمكان، لان يعني اذا كتبت وذ برابيكال جرانيلوما راح يقول لك السينيور ها من تعرفت جرانيلوما شفتها انت وين عندك اكس راي؟ تقول له لا، راح ينتقم من عندك. فمن تقول برابيكال باثولوجي تعطي فد وايد فاريتي اوف possibilities. فبهاي الحاله انت راح تامن روحك. اوكي، فاذا هذا هو التشخيص السادس، ممكن نيكروتيك بالب وذ برابيكال باثوسيس اذا كانت مثل ما قلنا الريتيند روت او الديكيت توث يكون نون فايتال، ومن تدخل البروب نون فايتال ما يحس باي شيء، بس وياها من تدق عليه بالميرر يكون تندر. فشنو معناها؟ معناها اقفت برابيكال ليجن. فتكتب ريتيند روت وذ نيكروتيك بالب and periapical pathosis. هنا أنا treatment plan تحدد شنو التيث اللي راح أسوي لها extraction بهذا اليوم، مثلا الفايف أو غيره راح أشرح عليه بالأكس. هنا أنا وراها سجل التاريخ والtreatment هاي يسجل كاس سينير. هنا أنا تروح يعطيك السينير starting، يقول لك يشيك البيشنت مالتك، يشيك الكيس شيت، يروح وياك على البيشنت. هاي ورا ما تكتب كل الكيس شيت، يروح السينير وياك يشيك الكيس شيت و يوقع لك ويعطيك ستارتنج بالتاريخ. وراها متكمل راح تكتب الاكستراكشن شنو انت سويته، ويوقع لك السينير بالفينشينج. اوكي، هنا هاي الكيس شيت لازم تبقى يمك، اكو كارت تسلمها به حتى توقعها تدخلها بالكارت اللي يبقى يم السينير. اكو اخصائي الكل عياده عند الكارتات مالتكم بها صوركم، فتنزل الكيس شيت اول باول يوم بيوم، تنزل الكيس شيت بهذا الكارت بكل عياده ويوقع لك اياها السينيور، وتاخذ هاي الكيس شيت وياك تخزنها بالبيت في حال ضياع الكارت اللي يم الاخصائي حتى تطالب بحقك. اوكي، اهم شيء شباب من تملون الكيس شيت تملوها وتاخذون الهيستوري، حاولوا انه تكونون مو لازم ايدك كلها بلاد وبيها لابس جلوفز وكلها بلاد وتجيب الكيس شيت بايدك وتمتلي طقع دم. يعني تعرفون احنا في حاله البانديميك، وحاله البانديميك مال الكورونا يعني مو هي ما تنتقل عن طريق البلاد، ممكن اذر فيروسز اهم من كورونا تنتقل عن طريق البلاد.
فحاولوا انه تكونون يعني تغسل تكمل كل شيء تنزع الجلوفز وتروح على السينير يوقع لك الكيس شيت بدون ما تكون طقعات دم على الكيس شيت ماتك او سلايفة او غيرها لان انت هاي راح تاخذها بالبيت يلمسها اهلك اخوانك او غيرهم ممكن راح ياخذون انفكشن من عندها فحاول تكون well oriented طبعا